كويس ان امي لسه في السوق. عايزك تمشي بسرعه قبل ما حد يشوفك، عشان ده خطر عليك، ممكن ما تعرفش ترجع كوكبك تاني. ما تخافش عليا، بس بيوتكم غريبه قوي يا بكار، واشكالكم كمان. اكيد كل واحد هيشوف اي كائن غيره غريب، بس انا فعلا عاوز اعرفك حاجات كتير عن كوكبنا، بس مش عارف اعمل كده ازاي. جاتلي فكره. ايه ده؟ ده جهاز كمبيوتر، ممكن تخش على الانترنت وتعرف معلومات كتير، يمكن تلاقي حاجة تساعدك وترجع كوكبك. ياه، ده تاريخ كوكبكم غريب قوي، انتوا مختلفين عننا خالص. انت لحقت تعرف كل حاجة؟ الاختراعات دي احنا وصلنا لها من زمان، وزي ما انت شايف احنا متطورين عنكم بكتير، وده يدينا الحق ان احنا نحكمكم. بلاش الكلام ده يا اوز، تحكمونا ايه وبتاع ايه؟ خلينا نفكر ازاي نهربك. يا بكار يا بكار بكار يا بكار. دول فارس وحسونة اصحابي. حسونة ده بالذات لو شايفك البلد كلها هتعرف، وهتبقى مشكلة كبيرة. هي مركبتك دي مش هتشحن بقى؟ كله تحت السيطرة، اسمع كلامي عشان اخلص مهمتي بسرعة. طب ممكن انت تسمع كلامي الاول؟ بص، انا هحطك جنب الشباك وهتعمل انك شجرة، ماشي؟ دي لعبة ظريفة كده؟ طب يلا نلعبها. يا بكار. ايوه يا حسونة تعالى. انت كنت نايم ولا ايه؟ مش المفروض نخرج النهاردة عشان ماتش الكرة؟ هي ايه الشجرة الغريبة دي يا بكار؟ بعدين ابقى اقولك يا فارس، اسبقوني انتوا دلوقتي وانا جاي وراكم. صحيح، دي شجرة ايه؟ وحطتها عندك في الأوضة ليه؟ صح، مفيش شجر يتحط في أوضة. فاتت عليك دي. دي بتتكلم. وبعدين بقى بكار، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هو ده بيت الواد اللي كان بيتكلم مع الشجرة. طب واحنا مش هناخد الواد ده كمان معانا؟ اكيد هيفيدنا في شغل الدجل والشعوذة. لا مش ناقصين صداع، خلينا ناخد الشجرة من سكات ونخلع. ماشي نخلع. يا سلام، يعني انت عايزني اصدق الحكايه العجيبه دي؟ هو انا عمري كذبت يا حسونه؟ لا طبعا، بس اصلها يعني حكايه عجيبه قوي قوي. كويس انه اتكلم، ده انا كنت جعان قوي وكان ممكن افكر ادوق طعم ورق الشجره دي. يا كنت هاكل كائن فضائي. المهم دلوقتي عايزين نقنعه انه يرجع الكوكب بتاعه بسرعة، ممكن تساعدوني في ده؟ يرجع ازاي؟ احنا لازما وحتما ولابد اننا نحاربه. مش بتقول عايز يحتل كوكب الارض زي كل الفضائيين الاشرار؟ اوز مش شرير ولا حاجة، هما ما يعرفوش حاجة عن كوكبنا وفاكرين انهم احسن ناس في الكون. لازم نغير له الفكرة دي. يعني عايزنا نعمل ايه؟ طب نتكلم معاه شوية. ماشي ماشي يا بكار، بس لو عمل اي حركة كده ولا كده انا مستعد للمعركة. ها؟ ايه ده؟ هو راح فين؟ اوز.